ورخصوا في شرر الدماء لو كان مسفوحا بلا امتراء. والدم المسفوح الخارج من الجسد يعني بسبب كالجرح والوخز وغير ذلك. وأيضا الدم المسفوح هو دم الذبيحة، عندما تذبح بهيمة الأنعام فذلك الدم الخارج عند الذبح فهو النجس. لذلك الإنسان يحترز من أن يصيبه في ثوبه أو في جسده، فإذا أصابه شيء من ذلك فعليه أن يغسله. ثم إذا غسل المذبح أي مكان الذبح والرقبة، إذا غسله بعد ذلك بالماء لأنه من الدم المسفوح، بعد ذلك الدماء التي تكون في الذبيحة تكون طاهرة، دم العروق وغيرها فهذا يكون طاهر. إذن المسفوح هو الدم النجس. وآخرون شددوا إن سفحا وجعلوا الرخصة إن لم يسفحا، يعني بعض العلماء شدد في المسفوح، وكما قلنا هو الخارج إذا كان في الحيوان عند الذبح أو الخارج من الإنسان عند الجرح وغيره، هذا هو المسفوح. وجعلوا الرخصة إن لم يسفحا، إذا كان هذا الدم غير مسفوح كالقرحة مثلا، إذا أصاب الإنسان دمل أو قرحة وخرج منها دم، هذا الدم غير مسفوح. فإن اختلط بشيء آخر كالمد مثلا وهو القيح فينظر إلى التغليب، إن غلب لون الدم عليه فنجس، وإن غلب لون القيح فحكم هذا الخارج، هذا الصديد الخارج، وإن كان به دم فحكمه الطهارة.